بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، ومع هذا المقال على جريدة لو سوار. كما نلاحظ عندنا في العنوان كورونا فيروس 140 بيرسون فاكسيني بار ايرور او سيروم فيزيولوجيك ان فرانس. إذن عندنا 140 شخصا فاكسيني، طبعا نتكلم على لو فيرب فاكسيني يعني لقاحة، هنا نتكلم على 140 بيرسون فاكسيني، 140 شخصا فاكسيني يعني ملقحين او انهم لقحوا، بار ايرور يعني بالخطا بسبب خطا ما، او سيروم فيزيولوجيك ان فرانس يعني انه تم حقنهم بمصل فيزيولوجي في فرنسا. اذا تم تلقيح الاشخاص 140 بهذا المصل. إذن عندنا هنا 140 personnes venues se faire vacciner contre la COVID-19 mardi dans un centre de vaccination à Épernay-Marne. إذن 140 personnes venues se faire vacciner contre la COVID-19 mardi dans un centre de vaccination à Épernay-Marne. إذن كما قلنا 140 شخصا venues se faire vacciner يعني أنهم أتوا، فوني يعني أنهم أتوا، كما نقول هنا سون فوني أنهم أتوا، سوفير فاكسيني كما نقول أنهم يقوموا بتلقيح أنفسهم. طبعا عندنا لوفير فير أنك تقوم بشيء، أنك تفعل شيئا، سوفير كما نقول أنك تفعل لنفسك أو تقوم بشيء لنفسك. إذا نتكلم هنا على لوفير سوفير، إذا فوني سوفير أتوا ليعملوا لأنفسهم فاكسيني كما نقول تلقيح. طبعا هنا فاكسيني هذا فعل لقح كما قلنا، لكنه يأتي بهذا المعنى تقريبا. 140 personnes venues se faire vacciner contre la COVID-19، إذن هم أتوا ليلقحوا أنفسهم ضد COVID-19 mardi dans un centre de vaccination à Épernay-Marne. طبعا قاموا بهذا الأمر يوم الثلاثاء dans un centre de vaccination يعني في مركز تلقيح إيبرناي بمنطقة إيبرناي مارن، طبعا بمقاطعة مارن. على الخريطة عندنا منطقة إيبرناي تقريبا في شمال فرنسا، صورة من منطقة إيبرناي. إذن إيبرناي est une commune française، إذن نتكلم عن كما نقول جماعة فرنسية، située dans le département de la Marne. Situé يعني متموقع dans le département de la Marne بمقاطعة مارن. إذن الحادث وقع بهذه المنطقة. إذن 140 personnes venues se faire vacciner contre la COVID-19 mardi dans un centre de vaccination à Épernay-Marne ont reçu يعني أنهم تلقوا أو كما نقول توصلوا. طبعا عندنا هنا لو فيرب ريسيفوار او باسي كومبوزي، كما تلاحظوا بانه مصرف مع لوكسيليير افوار. اون روسي يعني انهم تلقوا او توصلوا او توصلوا. بار ايرور يعني عن طريق الخطا. ان انجكسيون لقاحا دو سيروم فيزيولوجيك يعني تلقوا لقاحا بمصلين فيزيولوجي. او ليو يعني مكان يعني عوضة بدلة. au lieu d'une dose de vaccin Pfizer ou BioNTech. إذن هم تلقوا تلقيحا بالمصل. au lieu بدلة d'une dose، la dose المقصود بالجرعة. au lieu d'une dose de vaccin، إذن بدل جرعاتي لقاح Pfizer BioNTech. بدل أن يتلقوا جرعة من لقاح فيزر أو بيو إنتيتش. إذا نتكلم عن هاد اللقاحين طبعا مستعملين في فرنسا. sans conséquence pour leur santé، إذا بدون طبعا عواقب على صحتهم. لماذا؟ لأن المصل الذي لقحوا به لم يكن خاطرا على صحتهم كما سنرى. أأنديكي le CHU de RAS.
a indiqué le CHU d'Horace. Comme a dit le CHU, comme a dit le مستشفى, في منطقة راس. طبعا كما ذكرنا فيما سبق CHU المقصود بها سيجل دو سونتر اوسبيتالي يونيفرسيتير. إذا نتكلم عن نو ماسكولين انفاريابل، إذا نتكلم عن اسم مذكر، إذا نقول لو CHU، لو CHU. إذا نتكلم عن كلمة مذكرة انفاريابل أنها غير متحركة، يعني أن لا يمكن التعديل عليها. كمان نتكلم عن اسم سيجل دو سونتر، إذا نتكلم عن سيجل، ما معنى سيجل؟ سيجل المقصود به لاتر إنيسيال كونستيتيون لابغيفياسيون دامو فريكامون يوتيليزي. لاتر إنيسيال كونستيتيون لابغيفياسيون دامو فريكامون يوتيليزي. إذا نتكلم عن لاتر إنيسيال، إذا نتكلم هنا عن الحرف الأولي، الحرف الأولي، إذا نتكلم عن حرف في أول الكلمة، إذا نتكلم عن لاتر إنيسيال كونستيتيون الذي يكون كونستيتيون كما نقول مكونا لابغيفياسيون يعني الاختصار. إذا نتكلم عن لو فيرب أبغيجي، لو فيرب أبغيجي المقصود به فعل اختصر، أنك تختصر الكلمة في حرف أو بضعة أحرف بدل أن تكتب الكلمة الطويلة مثلا. إذا نتكلم عن لاتر إنيسيال كونستيتيون لابغيفياسيون دو مو فريكامون يوتيليزي، إذا نتكلم عن الحرف الأولي المكون لاختصار كلمة فريكامون يوتيليزي يعني التي تستعمل بشكل متردد، فريكامون بشكل متردد، يوتيليزي مستعملة، يوتيليزي مستعملة. إذا نتكلم هنا كما قلنا عن كلمة تستعمل بكثرة، إذا بدل أن نكتب الكلمة بكليتها، إذا نكتب فقط الحرف الأول أو الحرفين إلى غير ذلك. مثلا كما نلاحظ هنا بدل أن نكتب سونتر أوسبيتالي يونيفرسيتير، إذا نأخذ من كلمة سونتر نأخذ فقط الحرف الأول منها اللي هو السي، اللي هو السي، ثم نأخذ من كلمة أوسبيتالي نأخذ الحرف الأول اللي هو H، ثم نأخذ من كلمة universitaire نأخذ فقط الحرف U، وبالتالي نحصل على CHU. إذا نتكلم عن سيجل دو سونتر hospitalier universitaire، إذا نتكلم عن مختصر كما نقول عبارة سونتر hospitalier universitaire، إذا هذا يسمى سيجل. طبعا كما قلنا بأن هذا الحدث وضحه لو CHU غاس، إذن كما نلاحظ منطقة غاس، غاس تقرأ غاس كما نلاحظ أورتوغراف أونسيان غاس، إذن طبعا الكتابة القديمة كانت بهذا الشكل كما نلاحظ، الكتابة الجديدة، ثم عندنا الكتابة القديمة لهذه الكلمة. إذا نتكلم عن غاس، إذن تنطق بهذا الشكل. est une commune française، إذا نتكلم عن جماعة فرنسية أيضا، qui se situe، التي تتموقع dans le département de la Marne، تتموقع في مقاطعة la Marne en région Grand Est، في جهة الشرق الكبير، الشرق الكبير طبعا من فرنسا. إذا نتكلم عن la Marne بمنطقة أو بجهة Grand Est كما نقول الشرق الكبير. طبعا الحدث وقع بهذه المنطقة ماردي أبخميدي، إذن يوم الثلاثاء بعد منتصف النهار 140 personnes ont reçu une injection composée uniquement de sérum physiologique. 140 personnes ont reçu une injection composée uniquement de sérum physiologique. يوم الثلاثاء بعد منتصف النهار 140 شخصا ان روسي انهم تلقوا انجيكسيون لقاحا كومبوزي اونيكمون يعني مكون فقط دو سيروم فيزيولوجيك، مكون فقط من مصل فيزيولوجي. سيت انجيكسيون اي سون كونسيكونس بور لا سانتي، اذا هاد اللقاح اي سون كونسيكونس
بدون عواقب أو بدون نتائج كما نقول سيئة pour la santé بالنسبة للصحة. Cependant, رغم ذلك leur parcours كما نقول مسارهم نتكلم على الأشخاص الملقحين طبعا هم يتابعون مسارا كما نقول أنهم يتابعون سيرا كما نقول أنهم يتابعون ترتيبات معينة المتعلقة طبعا بهذا اللقاح. هذه الترتيبات أو هذا المسار يتعلق مثلا بأخذ اللقاح الأول ثم اللقاح الثاني ثم اللقاح الثالث إلى غير ذلك حتى يكمل هذا المسار. ممكن نتكلم عن لو باركور في العمل، أن الإنسان يقوم بهذا الأمر ثم يعمل في هذا الأمر ثم يترقى ليعمل في هذا المجال إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو باركور ممكن نتكلم مثلا عن لو باركور ديتود يعني فيما يتعلق بالدراسة، أن الشخص يدرس في هذا المكان أو يدرس في هذه الشعبة ثم يرتقي لهذه الرتبة ثم يرتقي لرتبة أخرى. إذا نتكلم عن لو باركور ديتود مثلا، هنا نتكلم عن لو باركور من نوع خاص يتعلق باللقاح. إذا هنا سوبوندون لو باركور فاكسينال، إذا نتكلم عن مسارهم التلقيحي كما نقول ريست انكومبلي يعني يبقى غير كامل. لماذا يبقى غير كامل؟ لأن هؤلاء الأشخاص لم يأخذوا اللقاح الواجب أخذه، بل أخذوا مكانه في هذا الحادث مثلا أو في هذه النقطة أخذوا المصل الفيزيولوجي بدل اللقاح الواجب أخذه. إذا leur parcours vaccinal reste incomplet. Déclare le centre hospitalier de Reims dans un communiqué. إذا déclare صرح le centre hospitalier الذي ذكرنا قبل قليل طبعا، إذا نتكلم عن المركز الاستشفائي كما نقول dans un communiqué يعني في تصريح المركز الصحي برانس. إذا صرح déclare dans un communiqué أنه صرح في تصريح confirmant une information de France Bleu Champagne Aden. إذا confirmant كما نقول مثبتا يعني أن الخبر سبق وأن أذيع على هاد الإذاعة، وبالتالي فهاد المستشفى هو يثبت هاد الكلام. إذا confirmant une information إذا مثبتا كما نقول أو مؤكدا une information خبرا de France Bleu Champagne أردن. إذا هو أكد الخبر الذي بثته هذه الإذاعة طبعا France Bleu Champagne ضمن شبكة تتبع لي راديو فرانس. كما نلاحظون في التعريف France Bleu Champagne أردن est l'une des stations de radio. إذا نتكلم عن واحدة من محطات دو راديو جينيراليست لإذاعة عامة كما نقول إذاعة أكبر، أنها تتضمن مجموعة إذاعات أصغر كما نقول دو ريزو فرانس بلو دو راديو فرانس. إذا نتكلم عن محطة إذاعية لراديو فرانس مغدي ماتان إيميدياتمون après la constatation de l'incident. إذن يوم الثلاثاء صباحا immédiatement يعني في الحال après la constatation de l'incident بعد طبعا تلقي الحدث بعد الانتباه للحدث après la constatation le verbe constater كما نقول أنك تستنتج شيئا. إذن immédiatement après la constatation de l'incident يعني بعد كما نقول الانتباه للحادث. إذن بعد استنتاج الحادث une analyse des causes qui ont conduit à cette erreur a été menée. إذن une analyse إذن بعد الانتباه للحادث une analyse des causes إذن نتكلم عن تحليل الأسباب qui ont conduit التي أدت طبعا نتكلم عن لوفا كوندوير يعني أنك تقود شيئا أو أنك تأخذ بشيء.
qui ont conduit التي أدت à cette erreur التي أدت إلى هذا الخطأ. إذا طبعا هما بغي يشوفوا شنو هي الأسباب اللي أدت لهذا الخطأ باش يتفادوا هاد المشاكل مرة أخرى ليتفادوا طبعا المشكل مستقبلا. إذا une analyse des causes qui ont conduit à cette erreur a été menée. إذا نتكلم عن une analyse a été menée. تحليل a été menée يعني أنه تم الأخذ به. a été menée أنه تم القيام به. إذا هذا التحليل لهذه المشاكل التي أدت لهذا الخطأ. une analyse des causes qui ont conduit à cette erreur a été menée. إذا تحليل لأسباب مؤدية لهذا الخطأ أعتمني أن أخذت أن تمت. Et un cadre de santé a été missionné pour renforcer la procédure préexistante de sécurité. إذا نتكلم عن un cadre كما نتكلم عن إطارة أو إطار إطار أو إطارة كما عندنا هنا de santé. إذا نتكلم عن إطار صحي a été missionné أنه تم إرساله pour renforcer les procédures préexistantes de sécurité. إطار صحي a été missionné كما نقول أنه تم إرساله pour renforcer لتقوية أو لدعم les procédures لدعم les procédures يعني الإجراءات les procédures كما نقول إجراءات préexistantes القبلية préexistantes كما نقول موجودة قبلا de sécurité للسلامة. إذا تم إرسال إطار صحي من أجل دعم les procédures préexistantes de sécurité من أجل دعم المسار من أجل دعم الإجراءات préexistantes كما نقول موجودة قبلا الموجودة قبل التلقيح. المقصود هنا ضمنيا الموجودة قبل أخذ التلقيح. إذن كما نقول هنا إجراءات قبلية موجودة دو سيكوريتي للسلامة. أسيغ لو سيرشي يؤكد هاد المركز الصحي سان بليس دو بريسيزيون سور لا ناتور دو سيت إيغور. إذن بدون بليس دو بريسيزيون بدون توضيحات إضافية بدون توضيحات إضافية كما نتكلم عن توضيحات زيادة sur la nature de cette erreur على طبيعة هاد الخطأ. طبعا في هاد الحادث إذا في هاد الخبر كما نلاحظ أنهم لم يقولوا لنا ماذا حصل من أسباب ما هو السبب الذي أدى لهذا الخطأ. إذا كما نلاحظ هنا sans plus de précision sur la nature de cette erreur. إذا طبعا هنا لم يذكروا لنا زيادة طبيعة الخطأ. Les 140 patients concernés. طبعا les patients هم الأشخاص الذين يأتون عند الطبيب. Les patients هم الأشخاص الذين يأتون عند الطبيب. إذا les 140 patients concernés. إذا نتكلم على الأشخاص الذين أتوا طبعا للعلاج كما نقول concernés الذين يهمهم الأمر. Concernés الذين يعنيهم الأمر. Qui n'ont donc pas reçu leur dose de vaccin, الذين لم يأخذوا جرعتهم من التلقيح. Qui n'ont donc pas reçu, الذين هم إذا لم يتلقوا leur dose de vaccin, جرعتهم من اللقاح. Ont été contactés, إذا هم تم الاتصال بهم. Ont été contactés, أنهم تم الاتصال بهم. كما لو نقول هنا أنهم اتصلوا أنت تكونتاكتي كما نقول هنا أنهم اتصلوا المقصود أنه تم الاتصال بهم دي جودي إذ انطلاقا من يوم الخميس. طبعا هذه المقصود بها منذ أو انطلاقا من دي جودي انطلاقا من يوم الخميس par le personnel du centre de vaccination من طرف مستخدمي. طبعا لو بيرسونيل كما نلاحظ هي كلمة مذكرة
طبعا هي تعني المستخدمين، تعني المستخدمين دي جو دي بار لو بيرسونيل دو سونتر دو فاكسيناسيون. اذا هم تم الاتصال بهم انطلاقا من الخميس بار لو بيرسونيل دو سونتر دو فاكسيناسيون من طرف مستخدمي مركز التلقيح pour les informer et leur proposer un nouveau rendez-vous. Pour les informer et leur proposer un nouveau rendez-vous. إذن من أجل إخبارهم pour les informer من أجل إخبارهم et leur proposer والاقتراح لهم والاقتراح عليهم un nouveau rendez-vous لقاء جديدا موعدا جديدا عندك لو سي اش. وضح المركز الصحي الذي ذكرنا قبل قليل المختصر في هد الأحرف لو سي اش. إذا نتكلم على لو سونتر اوسبيتالي يونيفرسيتير. سو كي لو سويتي اون بي ايشانجي افيك ان ميديسان بور ريبوندر ا لور انتيروغاسيون. سو كي لو سويتي اون بي ايشانجي افيك ان ميديسان pour répondre à leur interrogation. Ceux qui le souhaitaient, alladina yatamannawna, alladina yatamannawna ou kanu yatamannawna kama indana huna, المقصود الاشخاص الذين يتمنون on pi yani yumkinuhum yumkinuhum échanger avec un médecin yumkinuhum an yatabadalu مع الطبيب pour répondre à leur interrogation من أجل الإجابة على أسئلة أو على استفهامين. إذا المقصود هنا الأشخاص الذين يتمنون إجابات على أسئلتهم. إذا طبعا on peut يمكنهم échanger يمكنهم أن يتبادلوا avec un médecin مع طبيب pour répondre à leur interrogation من أجل الإجابة عن أسئلة كما يريدون. لوسيرون فيزيولوجيك. إذا طبعا هنا تعريف هاد المسل الذي تم حقن الأشخاص به. لوسيرون فيزيولوجيك est une solution دو سالي دو سالي. إذا لوسيرون فيزيولوجيك إذا نتكلم عن المسل الفيزيولوجي est une solution. إذا هو محلول est une solution. إذا هو محلول دو سالي من ماء مالح utiliser يعني يستعمل. طبعا نتكلم على لو فيرب utiliser فعل استعمل. هنا نتكلم عن لا سوليسيون دو سالي utiliser. إذا نتكلم عن محلول الماء المالح المستعمل دون ديفيرون سوا يعني في علاجات مختلفة. إذا هذا المصل الفيزيولوجي هو ماء مالح يستعمل في مختلف العلاجات ميديكو الطبيه. اذا utilisé dans différents soins médicaux. اذا يستعمل في علاجات مختلفه طبيه comme le nettoyage des plaies comme le nettoyage des plaies مثل تنظيف الجروح des yeux. المقصود هنا comme le nettoyage des yeux كما نقول مثل أيضا تنظيف الأعين أيضا مثل تنظيف العينين أو أيضا كون ديليون. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب ديليي. نتكلم هنا على لو فيرب ديليي. ما معنى كلمة ديليي؟ ديليي المقصود بها ديلايي. بمعنى آخر نقول مثلا ديليي الكول avec de l'eau. Diluer l'alcool avec de l'eau. يعني أنك تخفف الكحول بالماء. ما معنى أنك تخفف الكحول بالماء؟ تخففه بأن تضيف عليه الماء. إذا نتكلم هنا عن diluer. يعني أنك تخففه لا تتركه مركزا. بمعنى آخر affaiblir les couleurs. في معنى آخر affaiblir les couleurs. في معنى آخر أنك تضعف الألوان. تضعف الألوان أنك لا تتركها مركزة تماما مثل المحلول.
الذي نضيف عليه الماء أو نضيف عليه شيئا آخر. إذا أخذنا فعل ديلاي المقصود بأيضا ديلي، يعني كما نلاحظ بأن الفعل كل منهما يعني الآخر. إذا ديلي كما نلاحظ بأن كل فعل من الفعلين كل منهما يعني الآخر. ديلي encore dans un liquide، يعني أنك تذيب جسما في سائل. ديلي encore dans un liquide، أنك تذيب جسما في سائل. بمعنى آخر عندما تذيبه في سائل بنفس المعنى تقريبا أنك تنقص من تركيزه. ديلاي إنيد، إذن هنا عندنا معنى مجازي ديلاي إنيد، كما نقول أنك تذيب فكرة، تذيب فكرة. ديلاي إنيد يعني أنك تذيب فكرة. المقصود هنا ليكسبريمي ترو لونغمون، يعني أنك تعبر عن فكرة تخلوما بطول كبير، بشكل طويل جدا، بشكل طويل جدا. بدل أن تذكر فكرتك وتعبر عنها في كلمات مختصرة توجز المعنى، إذن فأنت تتكلم كثيرا للتعبير عن هذه الفكرة وكأنك تذيبها. إذن في هذه الحالة السامع يعني سيحصل له ملل، وربما أن الفكرة تبقى غامضة من كثرة العبارات التي تقال في حقها. نعود إلى المقال. إذن عندنا هنا أو أنكور أو أيضا كوم دي ليون، يعني أن هاد المحلول أو هاد المصل الفيزيولوجي يتيتيليزي، يعني أنه يستعمل أنكور أيضا كوم دي ليون، يعني كمخفف، يعني أنه يستعمل كمخفف، أنه يستعمل بإدابة بعض الأجسام فيه حتى يخففها أو حتى ينقص من تركيزها. إذن أو أنكور أو أيضا كوم دي ليون يعني كمخفف لور دانجيكسيون عند الحقن. إذن ممكن أنه يكون عندنا لقاح مركز بشكل كبير، طبعا نضع هذا اللقاح في هذا المصل حتى لا يبقى مركزا، وبالتالي نحقنه عند الأشخاص. Il ne présente pas de conséquences pour la santé. كما نقول هنا بأنه لا يحضر، المقصود بأنه لا يشكل de conséquences نتائج، لا يشكل عواقب pour la santé بالنسبة للصحة. Rassure par ailleurs l'hôpital، يعني يؤكد إضافة إلى ذلك l'hôpital المستشفى، يؤكد إضافة إلى ذلك المستشفى. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.